لمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة رتيبة النتشة، عضو سكرتيرة هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس. بعد التحية أستاذة رتيبة، حلقة خلاف جديدة بين واشنطن وسلطات الاحتلال عنوانها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بعد العقوبات التي فرضها بايدن عليهم، كيف تقرأين ذلك الخلاف وانعكاسه على مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الفترة القادمة؟ يعني اولا الولايات المتحده الامريكيه بحاجه الى تبريد الشارع الامريكي، وهي تدخل العام الانتخابي، وبالتالي هي بحاجه الى فرض سياسات تظهر بعض الاخلاقيات للاداره الامريكيه، وبالتالي كان هنالك التصويت على القرار بفرض عقوبات على مستوطنين اشتركوا في اعمال غير قانونيه في الضفه الغربيه بشكل عام. ولكن بالرغم من كل المحاولات الأمريكية للضغط على إسرائيل لعدم إشعال فتيل الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية واستخدام المستوطنين كذراع موازي للدولة والعمليات العسكرية النظامية في الضفة الغربية، إلا أن المستوطنين ما زالوا يعقدون مؤتمراتهم كما حدث الأسبوع الماضي، ليس فقط يحرضون على زيادة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث طلب وزير المالية سموتريتش إضافة 7000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وإنما أيضا عقدوا مؤتمرا لجلب الاستثمارات ويعني البدء بالتمهيد لإنشاء مستوطنات في قطاع غزة. أستاذة رتيبة، على ذكر هذه المستوطنات 7000، نعم أستاذة رتيبة، على ذكر المستوطنات 7000 الجديدة في الضفة الغربية، كيف رصدتي رد فعل نتنياهو وتمسكه بعدم إدانة مستوطنيه والحديث عن هذا المشروع؟ يعني اولا بنيامين نتنياهو في بدايه هذا العام برغم من تقليص موازنات الحكومه بسبب الحرب والصعوبات الاقتصاديه التي تواجهها الدوله نتيجه استمرار الحرب لاربعه شهور ودخلنا الان في الشهر الخامس، الا انه اعطى 15% اضافيه من الموازنه لتشجيع الاستيطان، وهذه كانت لفته مباشره بانه لا يأبه للتهديدات الامريكيه التي كانت منذ عده اسابيع وليس فقط بعرض هذا التصويت على الكونغرس الأمريكي. وبالتالي نتنياهو ما زال يشجع المستوطنين، يشجع الاستيطان، يزيد ميزانيات الاستيطان، وسموتريتش وزير ماليته يلوح ب7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وكأن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية لمحاولة منع انفجار الوضع في الضفة الغربية يذهب سدى، هو يبعد يعني يذهب إلى أبعد من حتى التهديد الاستيطاني، هو أيضا يعني يبعث بعض الرسائل التي تتحدث عن تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قبوله للعروضات الأمريكية المتعلقة بضرورة إنشاء دولة فلسطينية أو حل الدولتين وكل هذه الأمور، ويعني يتبجح بالإعلام بأنه وضحت الصورة أستاذة رتيبة القادر على منع تحقيق هذه الرؤية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة رتيبة النتشة، عضو سكرتارية هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، شكرا جزيلا لك.